جلست وابتي قهوة على ما قال، وبغير مزاجي شوي فنجان قهوة على ما قال، وبعدين عاد إن شاء الله أطلع أتمشى شوي وأحبكم يا أخي يا أخي يا أخي والله. صباح الخير يا مرحبا والله، حي والله هالطلة. البرتقال حقي الشخصي وينه؟ وين اختفى؟ إجازة. أوه طيب إجازة يومين ترى ما قاعد من عندي بعد. ندفع فلوس وأدفع يروح عني ليه؟ صادق والله صادق. ليش والله؟ كلام هذا ما يصير، كلام هذا ما يصير. العاقبة خليه يجي أشوف قدامي والله العاقبة. أقابل عشيرة. أمش طم منك 6000. فا ليش؟ يا ولد انت حرام، انا من اول احتريك هنا، انا جاي هنا لخدمه. تعال افتحي الباب، تعال افتحي المصعد، تعال سوي اللي فيني، اقولك تعشني، تعال سوي لي سؤال. ما ادري ما ادري، التعليمات لنا متاخره، لو انك معلمني التعليمات من الليل كان طبقتها. ما عرفت الا احد التعليمات. ما قصه صار. يا اصدقاء فزاع، يلا حيه. شلونك؟ ما تعرفت على اسمك؟ زايد. والله ونعم. وانت؟ سلطان. ونعم والله ونعم ونعم ونعم. الله يطول في عمرك يا اخي، الله يسعدك. شفت شفت يا طويل الاعمار، جدولنا على كيف كيفك. وين؟ بنروح الى مرباط ولايه طاقه، ناخذنا لفه هناك وجوله حلوه في الولاية هناك، ونشوف الأماكن الجميلة هناك. خلوكم معنا. سحاب تليم وجو مغيم، ولا شف برقه ولا سال سيله، ولا معك حجة يا جاك عجة تشوف الشجر سو. نزلت وخليتنا، نزلت وخليتنا. ها شوف الشعور، اكل اشرب عصير ولا واو، اشوف وشعور مريح. ما تدري شعور، شعور الله يسكن شعور معنا. ما بشو انت مزيتكم معنا والله بالله. انت بتسوق السياره هذه؟ ها هذا فكك معنا. ها هذا زلول فكك، فككوها معك. يا ولد ازعاجك، ازعجوك صح؟ اي بس خربوا الاستكنان حقك، خربوا جوه. هذا زياده يقرقر، يقرقر الشريطه كله حتى ناشف. والله انهم ازعاج صادق. الشريطه ما يقرقر؟ ما يقرقر الا يقرقر. كب عليه، كب عليه الشاهي. اما كبوه في السياره. لا كبوه. يلا الان الجمهور جايين عنده. تعال فزاع، بسرة بسرة، تعال هنا عند الشباب. والله اللي مرحبا. يا مرحبا استاذ فزاي يا الربخي. يا اخي حبيبي طول عمرك يا اخي، تدري اني احبكم. طول عمرك يا اخي، جزاك الله خير يا اخي. انا ارسل سلام من صلاه لين العين. طول عمرك، سلمني على ابوك ان شاء الله باذن الله، على اهلك باذن الله ان شاء الله، على عبد الله سلام خاص. يوصل على الله باذن الله ان شاء الله. اسمع ان شاء الله نجيك العين، اسمع ان شاء الله نجيك العين. انا وفزع ان شاء الله باذن الله نتريق. تم 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 نترياك باذن الله. يلا عبينا بنزين، كمل طريقنا. ها جرب استلم القياده. استلم القياده هنا. يلا التم. الله يلعنه يردك يا شيخ. تم بسوق لعيونك، مع اني تعرفني انا ما احب اسوق. اجرب تم لعيونك، اركب. مشينا مشينا، ارواح ارواح. استاذنك راشد كفو والله. استاهل الطيب، حي والله ذا الراس. اهم شيء ضبط فزاع، انت تضبيط عندي. يلا بمشي وراك زين، بمشي وراك يا العمدة راشد، بمشي وراك زين. الآن أعضاء الرحلة يا طويل الأعمار الشريطي. يا مرحبا يا أبو. أرحب يا الشريطي، والله اللي مرحبا يا الشريطي. والله الساعة مباركة يا الشريطي. والله الساعة مباركة، كل بو يومك سكتب نصك. الله عليك الله عليك. اسمه الشخص الثاني نويشي، هذا الشخص الكفو. هذا أنا ملقبه الكفو. لأنه كفو كفو تنطح كفو. حيا الراس. وصلنا الى مرباط. ارحب يا شباب. شلون؟ الله يطول بعمرك. حي والله ذا الراس. حتى العلم وراك يرفرف. الله يبقيك.
مرحبا بكم بولاية مرباط. حلوة. وين؟ أبغى تعلمني كل شيء عن مرباط. زين؟ بنشوف تنفع مرشد سياحي ولا لا؟ تنفع ولا ما تنفع؟ يا سلام يا سلام. مرحبا ومسهلا. اهلا وسهلا. الله يطول بعمرك. حياكم الله. من المرباط هنا؟ انا من اسحاق. وجاي مسير هنا؟ موجودين هنا سياحة. ما شاء الله عليك. والله هذا المكان. كيف لقيت مال الاجواء هنا؟ والله الاجواء طيبة. انا شايف. احنا سنويا موجودين. هذا الكلام. اسبوعين ثلاثة اسابيع. هذا الكلام الحي يحييك والميت يزيد. ما نروح برا ما نروح برا. متواجدين. تعالوا نبهى. والله تلقى لك اجواء يحبها قلبك. والله نتشرف طال عمرك. الله يطول في عمرك. احنا في السعوديه بعدنا ابها ما رحنا. ابها اذا زرتها ما تنساها. لا ضروري. ابها البهيه ترد الكهله صبيه. على السنه القادمه ان شاء الله جاينها. الله يحييك والله اللي مرحب. يقول الجو على شهر 5 زين. يا رجال على طول ابها زين. بالله عليك. اي والله بس الشتاء شوي بارد. نتشرف. يا مرحبا. يلا الشباب. يا الله مرحبا. يا مرحبا. يلا حيهم. شلونكم الربع؟ عساكم طيبين. من وين الشباب؟ الشمال كلكم. لا الرجال ما من الشمال. الرجال من الجنوب. لا من الجنوب. خلاص تم. الله يحييكم. بسمع الحين هذا حصن مرباط. ايش رايك ندخل الحصن؟ يلا قدام. الحصن. خلنا الحصن يا رب. هذا المكان اللي كان يستقبلون فيه الضيوف اللي يجي السفن اللي تجي استقبال الوالي هنا. حصن جدا رهيب. وين يا ذيبان؟ رايح فوق الغرفة. طيب ايش رايك نروح للمطل فوق؟ كيفك تعال. يا سلام في اشياء ترافية هنا. انا ما ودي بس اطول عليكم لكن اللي يجي ولاية طاقة لا يتعدى هذا الحصن. في اشياء ترافية تابعة لهذا الحصن. شوف هذه الاشياء قديم كانت موجودة هنا في القصر. طبعا موجود كل شيء بتحصل هنا مكتوب اشياء تعريفية. في مطل. تعال تعال. ها؟ اما في نت. كلنا على هم مسار يقول في نت فوق. ها؟ يلا خلنا نروح فوق الربع. بسم الله. واللي 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 باقي مستمرين. الحصن ذا ما ادري. اوه درج خشب. خلنا نربح كبير الحصن. ما شاء الله في سواح هنا. نروح للسطح. اطلالة السطح رهيبة على قوت فزع في نت. بسم الله بسم الله بسم الله. خلنا نشوف خلنا نشوف الحصن. إطلالة الحصن على الميناء. إطلالة الحصن على الميناء. فزاع مرحب معشني. هلا والله. والله على العلم. احلى فيوزة. اوه عندي مكان لك فنان. ها عندي مكان فنان لك. مكان فنان. يلا وش هو المكان الفنان؟ علمت انا بالمكان. اوه بلبسك ظفاري. لا وشو هي بعد؟ ليش؟ لبسني هذا. ها لبسني هذا الجنبية؟ ايه لبست همس. لبس كل شيء. لا لا باقي هذا باقي هذا. لا والله لبس الجبارية. والله تلبس ان شاء الله نسوي لك. بنوديك عند البوش. لا نخليك تشرب حليب بوش. لا ابي هذا هذا. لا مرحب. معك تصريح؟ تصريح ايش؟ حارس الشيخ. ابودي الشيخ واخر هناك. حرس شخصي. حرس شخصي. نعم حرس شخصي. بعر بعر قلبك ناقة بالشرك. أنا بعيد. شباب عند العلم. يلا تعالوا مع العلم. تعالوا والله يعزه يبغى يصور مع العلم. يلا يا رب تعالوا. أنا ألف الكاميرا. أعطونا كذا بس فيديو ما في صورة. أحلى تحية لباكستان. باكستان بعد الحصن بنروح للحارة القديمة. شوف وراك. شوف الحارة الشعبية هناك. بندخل على الحارة الشعبية ونتمشى. خلاص تم 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 تم. حس شخصي وقف. يلا روح.
روح ناخذ جوله في مرباط. وديت المكان الجميل. انت الجميل والله. يبي ناخذ جوله في الحاره الشعبيه ونصور كل شيء هنا. يلا مشينا. سلام الاجواء عالميه هنا. قلت مرباط رحلين قبل البحر. لين قبل البحر زين. هنا 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 اقوى خلطه صح؟ اقوى خلطه مشكات في سلطنه عمان عند القاعدي في القاعدي. ايوه في مينا مرباط. ابد مروا عليه على على مسؤوليه فهد. على مسؤوليه فهد بس لحقوا ترى يخلص بدري. يعني اذا خلص مشاكيك ابو فزع مش مسؤول. الله يحفظك. عندنا صلاله ويا حياب اهل المملكه ويا حيابك في مدينه مرباط. واليوم انت بيننا وبين اهلك واخوك. اسمه مطعم المينا اللي بياكل سمك عند المينا. اسمه مطعم المينا. يعني السمك فريش. السمك فريش هنا من البحر على القدر على, 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 على الجلسه هذه. شوف الجلسات يا ولد في مرباط. شوف شوف تخيل انك على الاطلاله هذه. تخيل انك على الاطلاله هذه. الله بنغلاديش كله نيوز معلوم. والله والله بنغلاديش نعم كل نيوز في هذا المكان الكبير. نعم خلي الصورة من شنو ما في فايدة من شنو. يلا يلا نعم. ايوه معلوم بسرعة. انت كمان ايش؟ هذا نفر معلوم حتى بنغلاديش كل نيوز اخبار. ايوه ما في كده يوتيوب ما مشهور نفر هذا نيوز نيوز مال تي في سنال. ايوه انا خالدة. هذا في ربيان. هذا في ربيان كحبار في شارك أو صلاة صابية كل ما تلاقينه. هذا من عند الرياض. هذا نافع مقيم. صح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا منظر يزين النفسية. هذا منظر يزين النفسية. تبي بخاري أنت. تبي بخاري. والله حكيت أنت. ما شاء الله ما شاء الله. انت تدور كباب يا حبيبي. الجو هنا يبي كباب. كباب ماني ماكل ليه ما يجي الكباب. يلا حدك تجيب السمدويش. حدك تعرفه. هذا سلطعون 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 الا سلطعون. والله سلطعون. شوف هذا سلطعون. يطول في اعمارك ان شاء الله. ناسيها خير. مساء النور يا طارتنا. مرحبا يا طاره. الله يعطيك العافيه. هذه طاره زيه. ها تكون طاره زيه. طيب يبقيك تكون طاره زيه. لا 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 يبارك ليسن. ايه معك رخصه. يبارك ان شاء الله. معك رخصه كذا. عيناتك عينات الجذوب. سلام يا سلام يا سلام. بس يعني نسبه الخطر 0%. ما شاء الله كفو حارس الشخصي والله. يعني انت حاط يدينك ويش جسر مثلا. نعم. حارس. كم تقيم الحرس الشخصي ذا الحين معك؟ 6 من 10. 6 من 10. وش الاغلاط؟ اتاخر، ادور التاخير معنا. النوم النوم، النوم سلطان. النوم ساس اللوم، لو يدري الف تقطع الف من مراجله. اي والله. صح كذا يا ابو سلطان؟ اي صح. كفو. شله تسليك. يا سلام يا الاطلاله يا سلام يا سلام. ابشر. ها؟ شاهي. جيب لنا شاهي يا ولد. معقم الناس تجيب المسكن. واللي يحرسك من؟ يجي تشابكات يجي خطر. الله يسامحك. يا طول عمرك. استريح. وش الحارس الشخصي ذا الطفشان؟ حبيبي حارس شخصي متهالك. بالمسبح. ها فزع. وش اللي معك ذي؟ والله خبز صلاله. هذا خبرني قرب قرب قرب. شوف عمي. اللي يجي صلاله ايش؟ ياكل هلاسه. مع شاهي. فنانة راجعين يا طويل الاعمار الى صلالة. شكرا راشد. حاضرين يا ابو فزاع. قسم بالله انك رجال فنان. طلعتنا اليوم رهيبة والله ما توقعت مرباط. انا ترى اول زيارة لي للمرباط. بالله عليك. اي والله. غابة وديك وعاد تشوف اشياء جميلة. تفهم والله. ابي جبل فوق. انا كنت بوديك قيرون حيرتي وفوق بس ما نقدر. اوه ما تقدر تشوف. صح.
اليوم شو الجدول تحت امس رحنا اماكن انها شوي نازله يعني إيه؟ جبال القمر تحت الغيم فما كان في غيم تقدر تشوف يعني الزوار اذا جو هنا يوزن على الجو لازم يوزن ايه الحين جبل سمحان ما تقدر تروح له ما يصير مشوار على الفاضي مدينه العق ما تقدر تروحها عشان ضباب اذا الجو شمشمس الجو مشمس اطلع فرصتك رح الجبل الجو مشمس خليك تعال فسهل تحت فسهل ايه تفهم شكرا راشد